مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بكم الى هذا البث الحي والمباشر من استوديوهاتنا من الرباط. ضيفنا اليوم هو السيد حميد شباط، امين عام حزب الاستقلال. الرجل عرف بخرجاته الاعلاميه المثيره للجدل وبمواقفه الصادمه بالنسبه للاصدقاء قبل الخصومه. بالنسبة للمدافعين عنه، هو السياسي الشعبي الشجاع والمغامر، وهو المحارب والمقاتل حتى الرمق الأخير. بالنسبة لخصومه، هو الشعبوي المتهور المتعصب، صاحب المواقف الغريبة والعجيبة في أحيان كثيرة. مهما يكون حميد شباط اليوم والآن وضد رغبة كثيرين، يتربع على الكرسي الذي جلس عليه علي الفاسي وأحمد بلافريج ومحمد بوستة، فماذا بعد؟ اليوم سنحاوره، سنستفزه، سنصارحه وسنمنحه 90 دقيقة لإقناعنا بوجهات نظره فيما يخص الكثير من القضايا. أي موقع يحتله الحزب في المشهد السياسي بقيادة حميد شباط؟ هل نجح شباط فعلا في القطع مع التدبير العائلي لشؤون الحزب؟ ما هي التحفظات التي يبديها حزب الاستقلال فيما يخص الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة؟ وكيف سيقنع المغاربة بجدوى التصويت له؟ وكيف يقيم الأداء الحكومي؟ وما هي البدائل التي سيطرحها؟ هذه الأسئلة من ضمن أخرى سيجيب عنها اليوم السيد حميد شباط، أمين عام حزب الاستقلال. مرحبا بك أستاذي الكريم. أهلا وسهلا. الاستفزاز والصراحة، هل أنتم مستعدون؟ إن شاء الله. مرحبا.